قبل ما نبدا بس اخبارنا، انت من الناس اللي لان السؤال ده ما يتسالش. طب قولي وانا اقول لك. لو ينفع من الناس اللي بتدخل ولا بتخس في رمضان، انت طول السنه. طب انا هقول لك على حاجه، انا مش محتاج ارد. هقول هروح بعيد ليه؟ ما انا قدامك اهو. حتى شوفي ده، انت جربتي معايا رمضان اللي فات اول ما شفتيني، انا فاكر كويس جدا، قلت لي يا نهار مش فايت انت للدرجات اللي انا كنت بس انت فعلا بتخس يا كريم، ده صعب قوي. رمضان يا نهوان، انا لغايه دلوقتي اصلا مقضيه تتنيح سواء قبل الفطار او بعد، والله العظيم زي ما بقول. هي المشكلة في حاجة تانية، مفيش أكل، معرفش. المشكلة إن الواحد إزاي هيرجع يصحى تاني بعد لما نعود لحضراتكم مرة تانية بعد شهر رمضان. يعني أكيد البرنامج هيعود مرة تانية وهنستأنفه، هنصحى بقى 6:30 زي ما إحنا متعودين أو 6، فدلوقتي الواحد بيصحى 12، مش عارفة إزاي هنعمل الشيفت ده، بس يعني أكل العيش كله بالتزايد. لا بس تاني نرجع نقول كل سنة وحضراتكم جميعا بخير يا رب.